مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد من قناة عالم المعرفة. في بعض الأحيان يبدو أن اللطف والتعاطف هما مجرد كلمات فارغة في كل شخص في هذا العالم القاسي، لكن إذا شاهدت هذا الفيديو حتى النهاية ستفهم كم من الناس الجميلين بقلب طيب ومتجاوب حولنا. ولكن قبل متابعة المشاهدة لا تنسى الاشتراك في القناة وانقر على زر الجرس حتى لا تفوت أي شيء. هيا بنا. سقطت هنا صناديق التفاح من الشاحنة، لكن لحسن الحظ المرة كانوا أشخاصا متعاطفين وجاءوا بسرعة للمساعدة. خرجت السيارة عن الطريق وانقلبت، ولحسن الحظ السائقين العابرين لم يكونوا غير مبالين بمصيبة شخص آخر، وأظهروا عزيمتهم وطيبتهم وقدموا المساعدة. شرطيان لطيفان وعطوفان رافقا الجدة وكانوا مستعدين للمساعدة في أي وقت. في العادة هنالك أناس يخاطرون بحياتهم يوميا لإنقاذ الآخرين، هؤلاء هم رجال الشرطة، الإطفاء وعمال الطوارئ، لكنهم ليسوا دائما هناك عندما تكون هناك حاجة لمساعدتهم. أظهر رجلان شجعان بسيطان نفسيهما كأبطال حقيقيين وأنقذوا الفتاة التي غمرت المياه سيارتها. قرر هذا الرجل طيب القلب الخروج ومساعدة الجدة في عبور الطريق. سقط كلب في بحيرة من الجليد، ولكن بفضل رجل الإطفاء الشجاع الآن كل شيء على ما يرام معه. هذا الرجل الشجاع لم يكن خائفا من القفز على السكة الحديدية أمام قطار عابر ليلتقط عربة الأطفال التي كان بها طفل. ليس كل الناس على استعداد لقبول المساعدة. رجلين مسنين طيبين أرادوا مساعدة الجدة في حمل الحقيبة، ولكنها ظنت أنهم يريدون سرقتها. هنالك أوقات لا يمكن فيها تقديم المساعدة بمفردك، حيث يعتمد مدى النجاح على مجموعة من الأشخاص معا لإنقاذ حياة شخص ما، وذلك من خلال الجهود المشتركة. وقد أنقذوا هؤلاء الرجال الشجعان والمصممين الفتاة من ورطتها. هذا الشرطي اللطيف لا يساعد الناس فقط على عبور الطريق، ولكن أيضا حتى الحيوانات. انظر كم من الناس الشجعان على استعداد لمساعدة أولئك الذين في حاجة للمساعدة، هم جميعا أبطال حقيقيين. وهذا العمل الصعب لا أحد يمكن أن يقوم به وحده. لحسن الحظ هنالك الكثير من الناس شجعان، الشجعان أكثر مما نعتقد. كانت الفتاة في وسط بحيرة متجمدة، لكن هذا الرجل الشجاع تمكن من إنقاذها. غالبا ما يظل الناس غير مبالين لمشاكل الآخرين، لكن هذه المرة كان الأمر مختلفا. سائق عابر رأى رجلا مسنا لم يستطع النهوض فساعده. من اللطف عندما لا يمر الناس غير مبالين بمشاكل الآخرين. قطة صغيرة مستلقية في منتصف الطريق، لكن يبدو الآن أنه سيكون لديها منزل جديد. سائق طيب القلب لم يستطع منع نفسه من حماية القطة. وهذا الرجل ذو الطبيعة الطيبة ساعد قليلا البط للقفز على الرصيف العالي واللحاق بعائلته.
وهنا كلب آخر سقط من خلال الجليد، لكن هذه المرة لم يكن هنالك عمال إنقاذ محترفون في مكان قريب، ولكن كان هنالك رجل شجاع بسيط بالقرب، وكان على استعداد للمخاطرة بحياته لإنقاذ الكلب. هذه هي الطريقة التي تمت بها عملية إنقاذ النمر. هؤلاء الناس الطيبون لم يتمكنوا من ترك المفترس في ورطة. هذا كل شيء أيها الأصدقاء الأعزاء. إذا أحببتم هذا الفيديو ضعوا لايك، واكتبوا في التعليقات آراءكم، واشتركوا في قناتنا، ولا تنسوا النقر على جرس التنبيهات حتى لا يفوتكم أي فيديو جديد.